قال حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصى ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي. نعم، الأصل الإنسان يلبي وهو خارج من عرفة، يلبي إلى مزدلفة والتلبية مستمرة، إلى منى والتلبية مستمرة. إذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى بعد الفجر، طبعا بعد الشروق، لأن احنا قلنا أنه يخرج من مزدلفة قبيل الشروق، من مزدلفة إلى منى فيها 4 كيلو تقريبا، على ما يصل إلى مزدلفة أشرقت الشمس، فيصل إلى منى وهو يلبي. فإذا بدأ برمي جمرة العقبة الكبرى فإنه يكبر الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى. هنا تنقطع التلبية، تنتهي التلبية ويبدأ التكبير، ولتكبروا الله سبحانه وتعالى. فيكبر الله تبارك وتعالى عند رمي جمرة العقبة الكبرى، قال يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويرفع يديه في الرمي، هكذا ما يجي يحطها حط، لا رمي، لابد أن يكون رميا. نعم.